شرف اقصد لي موضوع طيف، جاي نرتاح. بس هو لازم يدري، بعدين احنا ما مسوين شيء غلط. الغلط غلط استاذ حسن، اللي اجى وجابه ببيناتنا، ولا هو طالب شاطر ولا درجاته عاليه ولا من الاوائل حتى، ما ادري ليش اختاره اصلا. وبعدين اصلا انا بالقوه متحمله تفاهته وسخافه الخاطر استاذ حسن. انا ما اعرف ليش استاذ حسن اختاره ومهتم بهالدرجه. جايين نستمتع بالاكل وبهالجو الحلو، صدنا المواضيع هاي كلها. ام صدوق اقول لك هنا عندهم كراعين تخبل. هنا وبهالمكان؟ يعني هنا ما عندهم هذا الشيء؟ لا عندي شرب عصير.